السلام عليكم. في هذه الحصة غنحاولوا نهضروا على التمثيل العقدي للإزاهة. دونك قبل ما ندخلوا في الأعداد العقدية، كنا قرينا المتجهات والإزاهة في السنوات الماضية، وكنا عرفنا بأن صورة النقطة M إلى عندي هنا مثلا واحد المستوى عقدي، عندنا واحد المتجهة A B، وعندنا واحد النقطة M. دونك A ذات اللاحق زد A، B ذات اللاحق زد B، و M ذات اللاحق زد. بغينا الصورة ديال M بالإزاحة ذات المتجهة A B، ولا اللي كنقولو التي تحول A إلى B. الإزاحة شنو هي؟ كنزيح، دونك كنجرو A B. فين غادي تكون M؟ M بخيم. دونك M بخيم غتكون في شي بلاصة هنا، ولكن شنو هو الشرط؟ دونك M بخيم ذات المتجهة، غنسميوها ذات اللاحق زد بخيم. دونك فين كاينه M بخيم باش تكون، اشنو البلاصة غتكون؟ يعني الشرط اللي خصنا نحتارمو هو أن هاد المتجهة A B ستكون تساوي المتجهة M M بريم. دونك هذا هو نقطة الانطلاق، وأن M M بريم صورت M بريم صورت M بالإزاحة ذات المتجهة A B يكافي أن M M بريم تساوي، دونك M M بريم تساوي المتجهة A B تساوي المتجهة A B يكافي. دونك الا غنهضروا بالالحاق، لحق متجهه، اللحق ديال المتجه ام بريم شنو هو؟ هو اللحق ديال ام بريم ناقص اللحق ديال ام، يكافي ان الزد، دونك سميناه الزد بريم ناقص اللحق ديال ام هو الزد، يساوي اللحق ديال بي هو الزد بي ناقص اللحق ديال ا هو زد ا. يكافي ان زد بريم يساوي، غنديو هاد الزاد لهنايا، يساوي الزاد زائد زاد بي ناقص زاد أ. دونك اللحق ديال هاد النقطة اللي كنقلبو عليها، يعني إلا لقينا إم بريم كنقلبو على اللحق ديالها، اللحق ديال هاد النقطة هو اللحق ديال إم زائد اللحق ديال بي ناقص اللحق ديال أ. بطبيعة الحال كيكون صعيب باش تعقل على هاد الخاصية هادي، يعني كنحاولوا دائما ننطلقوا من الاصل، كنبداو من المتجهتين، تعريف ديال الازاحه يعني ان متجهتين متساويتين، وكنخدموا بالالحاق حتى نلقاو اللاحق ديال النقطه المطلوبه. غندوزو دابا نديرو مثال تطبيقي باش نعرفوا كيفاش نطبقوها. هنا عندنا مثال تطبيقي، عندنا واحد متجهه الازاحه هي دوبل في، دونك هنا كانت المتجهه ا بي، هنا دوبل في هي متجهه الازاحه، يعني ان المتجهه هي دوبل في، وعندنا واحد النقطة أ عندها اللاحق ديالها في المعلم، حتى إلا بغينا نمكوها غتكون جوج ثلاثة هي غتكون هنا. دونك أنا غناخد مثال هنايا واحد النقطة أ، وبغينا اللاحق ديال الصورة ديال أ بالإزاحة ذات المتجهة دوبل في، دونك فين غادي تكون أ بخيم؟ غتكون شي بلاصة هنا أ بخيم، دونك ما نمثلوهمش في المعلم نورمالمون، إلا غنمثلوهم في المعلم يعني غيكونوا هنا هنا. أي مثال باش نحددو باش نعرفو التساوي كيفاش غيكون. دونك المتجهة دوبل في تساوي المتجهة A A بريم، لدينا A A بريم تساوي المتجهة دوبل في. وهنايا غنمشيو بنفس المراحل، يعني إلا بغينا نديرو يكافي دونك زد A بريم ناقص زد A يساوي زد دوبل في يكافي. حنا علاش كنقلبو على اللحق ديال A بريم؟ يكافي أن زد A بريم يساوي، غنديو ناقص زد A لهنا غتعطينا زد A زائد زد دوبل في يساوي اللحق ديال أ هو جوج زائد ثلاثة إي زائد زد دوبل في هي واحد زائد جوج إي يساوي، دونك جوج زائد واحد هي ثلاثة، ثلاثة إي زائد جوج إي هي خمسة إي. دونك اللحق ديال النقطة أ بخيم هي ثلاثة زائد خمسة إي، حتى إلا بغينا نمثلوها غنمشيو هنا غتكون عندنا واحد جوج ثلاثة، وهنا خمسة إي، يعني غتكون في شي بلاصة هنايا. دونك نتمنى انكم استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.